السيرة الذاتية وأسرار نجاح الانترفيو. السي في أو السيرة الذاتية لها أهمية كبيرة في الحصول على فرصة عمل مناسبة، فهي وسيلتك لتعريف الناس بك، فمن المهم أن تدون فيها كل ما قد يؤثر على قرار اختيارك وأن تكون مستوفية للبيانات الأساسية. أي سيرة ذاتية لابد وأن تحتوي على بيانات شخصية والتعليم وخبرة العمل واللغات التي تمتلكها ومعلومات إضافية عنك، وقد تضاف أقسام أخرى مثل التدريب والمهارات الشخصية والأبحاث والمطبوعات. كما يجب كتابة قسم صغير في بداية السيرة الذاتية مكون من جملة توضح ما تهدف إليه، مثل الحصول على وظيفة مهندس في مجال الاتصالات أو رغبتك في أن تصبح مدرسا بإحدى المدارس. عند إعداد سيرتك الذاتية للتقدم إلى وظيفة ما، يجب عليك أن تضع في اعتبارك إمكانية قراءة السيرة الذاتية في زمن لا يتجاوز 30 ثانية، وهو الزمن الذي سيحدد خلاله مسؤول الموارد البشرية هل سيرتك الذاتية تصلح للوظيفة أم لا. كما يفضل أن يكون عنوان السيرة الذاتية هو اسمك، وتحته مباشرة عنوانك ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني. واسم البريد الإلكتروني يجب أن يكون جاداً حتى يشعر من يقرأ سيرتك الذاتية أنك شخص جاد. ابدأ سيرتك الذاتية بخبراتك وما تعرف أن تقوم به وما مارسته عملياً، ثم قم بكتابة الدورات والشهادات التي حصلت عليها، ثم بعد ذلك الشركات التي عملت بها ونوع وطبيعة العمل. وهذه واحدة من إحدى أنجح الاستراتيجيات للوصول إلى هدفك عند كتابة سيرتك الذاتية. شفنا دلوقتي تقرير اتكلم عن السيرة الذاتية أو السي في، لأنه هي حتى متعرف عليها أكتر إن هي سي في. أنا دلوقتي زي ما قلت لكم معانا مريان فيكتور. مريان سوبرفايزر في إحدى شركات